لمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. دكتور غنيم، أهلا بحضرتك. ما أسباب الارتفاع؟ أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لها دور رائد في جميع المشروعات الحكومية لجميع الوزارات، وخاصة مشروعات التحول الرقمي. احنا شفنا معدل نمو القطاع خلال هذا العام حوالي 16%، وحقيقة بيساهم زي ما حضرتك قلت بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وده مبلغ كبير. كمان حجم صادرات التكنولوجية اللي بتقوم بيها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما يقرب من أكثر من 4.5 مليار، ما يقرب من 5 مليار دولار سنويا. كل هذه الأرقام بتقول ألو معاك يا دكتور، تفضل. كل هذه الأرقام بتقول إن قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال وضع استراتيجيته المختلفة بيؤدي إلى دور مهم جدا في مشروعات التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية من خلال منصة مصر الرقمية، وكمان بناء قدرات الإنسان إنه عامل خطة بيدرب أكثر من 200 ألف شاب على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة بما فيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، وأيضا تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع كفاءة شبكة الإنترنت اللي وصلت سرعتها النهاردة ما يقرب من 45 ميجا بت بير سكند، وإحنا حاليا بنحتل في كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى أفريقيا الدولة رقم 4. إذن إحنا من خلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات نحتل مركز عالمي كبير في جميع المؤشرات، وخاصة جاهزية الشبكة أو في الشمول المالي الرقمي وهكذا. طب دكتور، التوجه الحالي للدولة هو التحول للرقمنة بشكل عام، انترنت الأشياء كما تفضلت حضرتك في مختلف القطاعات، ولدينا بنية تحتية جيدة في تكنولوجيا المعلومات، لدينا بنية بشرية جيدة أيضا، ومخرجات تعليمية ستؤدي لزيادة هذه القدرات البشرية. إذن نتوقع في العام المقبل استمرار في الزيادة؟ ده طبعا الحقيقة إحنا معدل التسارع في تكنولوجيا المعلومات عالي جدا. إحنا خلال الأربع سنوات اللي فاتت بس تضاعفت سرعة شبكة الإنترنت حوالي 4 مرات، لكن إحنا في العاصمة الإدارية الجديدة وال14 مدينة ذكية الجداد بادئين بسرعات إنترنت فائق السرعة مرة واحدة، لأن جميع الكابلات هناك من الألياف الضوئية اللي بدأت سرعتها من حوالي 100 ميجا بت بير سكند إلى 200 ميجا بت بير سكند. لكن كمان إحنا بنعمل تسارع جدا في مشروعات التحول الرقمي. إحنا وصلنا على منصة مصر الرقمية إلى ما يقرب من 100 خدمة رقمية، خلال سنتين متوقع أن يوصلوا ما يقرب من 550 خدمة رقمية. طبعا المواطن هيحس أكتر لما الحكومة التشاركية تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لأن البنية التحتية وجميع الوزارات مشتركة في شبكة معلومات ضخمة اللي فخامة الرئيس أطلق عليها عقل مصر، هيبقى فيه تطوير سريع جدا خلال النصف الأول من عام 2022 بمشيئة الله. كل حاجة دكتور عبد الوهاب، يعني إطلاق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية سيكون التجربة الأبرز في استخدام تكنولوجيا الأشياء وفي استخدام الربط التكنولوجي بين كل الوزارات، وسيقدم تجربة في الأداء الحكومي مختلفة عما رأيناه طوال العقود الماضية. أيضا في التطبيقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات لدى الفلاح الآن ربما تطبيق خاص بالزراعة، إذا وصلنا بتطبيقات مهمة جدا في أيدي كل الناس على مختلف الصعد. هو الحقيقة طبعا إحنا زي ما نشوف بروتوكولات التعاون بين وزارة الاتصالات وجميع الوزارات، وزي ما حضرتك قلت وخاصة وزارة الزراعة، حتى الحيازات الزراعية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ترشيد المياه والتعامل مع الفلاح من خلال تطبيق ذكي على الكمبيوتر يسمى هدهد، يديله إرشادات رقمية عن الزراعة، عن الجو، عن الطقس، عن إيه أنسب المزروعات اللي تهمه في موسم معين أو في أرض صحراوية أو أرض زراعية.
الحقيقه تكنولوجيا المعلومات دخلت في كل حاجه، لكن زي ما حضرتك قلت بالذات في المدن الذكيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء هتبقى عامل رئيسي جدا، لان هي ده العامل الاهم اللي هيتحكم في جميع البنيه التحتيه، والبنيه التحتيه التكنولوجيه ونظم المرور الذكيه وحاله الطقس والبيئه وتدوير المخلفات، كل ما هو داخل المدن الذكيه سيدار من خلال مجموعه من التطبيقات الذكيه مرتبطه بالسنسورز او المجسات المرتبطه بتكنولوجيا انترنت الاشياء. دكتور، بشكل افقي نحن نشرنا تكنولوجيا الاتصالات في كل مناحي الاستخدامات بشكل عميق، يعني ربما يحتاج الامر لكثير من الجهد حتى تصل هذه الخدمه الى مختلف اشكال الحياه، مختلف انواع التطبيقات، حتى نصل الى مجتمع مرقما بالكامل. في الخطه كيف يمكن او متى يمكن ان نصل لهذا الهدف؟ هو على فكره زي ما حضرتك بتقول احنا قطعنا شوط كبير جدا في زمن قليل، يعني في دول بقالها عشرات السنين على ما وصلت للمراحل المتقدمه، احنا يمكن اخر خمس ست سنين بدانا في تحسين البنيه التحتيه التكنولوجيه وربط اكثر من 100 قاعده بيانات حكوميه كانوا قبل كده جزر منعزله، نظفت البيانات، حسنت البيانات، ربطتهم كلهم مع بعض ثم وحدتهم في قاعده بيانات واحده، يعني عندنا النهارده قاعده بيانات بتضم اكثر من 103 مليون مواطن مصري، علاوه على قاعده بيانات حاليا بتنشا للمنشات السكنيه او الوحدات السكنيه، عندنا قواعد بيانات للحيازات الزراعيه، اذا عندنا مجموعه ضخمه جدا من قواعد البيانات، الميزه فيها انها كلها بتصب مع بعض وتتكامل مع بعض لخدمه المواطن ولخدمه الحكومه، واحد يقول هم بياخدوا بيانات المواطن لخدمه الحكومه، لا، الحكومه النهارده لما بتحلل البيانات دي تقدر تعرف انهي مناطق في الصعيد تحتاج نوع خدمه معينه، انهي مناطق في الوجه البحري تحتاج خدمه اخرى، لان طبيعه الطقس، طبيعه السكان، طبيعه المناخ والمنشآت بتتطلب خدمات مختلفه من مكان الى مكان. يتم حصرها رقميا ثم البحث عن حلول للمشاكل ان وجدت. اشكرك. ساعات بعض الخدمات الصحيه او التعليميه بتختلف من مكان الى بالتأكيد. مكان. بشكرك جزيل الشكر ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، شكرا جزيلا لك.